أول شيء الحمد لله رب العالمين، اليوم أكرمنا الله بهالفوز. فوز كان كتير مهم لحتى نعزز الصدارة. طبعا دائما هذا الشيء اللي بيصير معنا بالفوز هو دائما بجهود اللاعبين الأبطال اللي كانوا اليوم على قدر المسؤولية وقد الثقة اللي نحن مانحينهم إياها. لاعبين على قد المسؤولية دائما وجاهزين، نادي تشرين دائما بالبقل ويكون بالصدارة دائما وأبدا. نحن متابعين بهذه الانتصارات لحتى دائما نكون بالصدارة ودائما نشتغل على الشيء اللي نحن راسمينه من بداية الموسم وهو تحقيق بطولة الدوري. طبعا كله بفضل رب العالمين، بفضل اللاعبين الموجودين، بفضل الكادر الفني اللي عم يشتغل، بجهود الجميع دائما. نحن الاستقرار اللي موجود عندنا بالنادي، هذا الاستقرار لازم يكون دائما موجود لحتى انت تجمع كل الظروف وكل المعطيات اللي لحتى تخدم نتائج الفريق بأرض الملعب. والحمد لله دائما وابدا، ونحن دائما متابعين بهذا الفوز وهذا النفس لحتى نحقق بطولة الدوري ان شاء الله، والقادم افضل ان شاء الله يا رب العالمين.